أهلا بكم سيداتي وسادتي في الفيديو اللي خصوه لنهاية البطولة المغرب المحترفة القسم الأول إنوي، واللي انتهت بعد سيناريو هيتشكوكي بفوز الجيش الملكي باللقب بعد 15 سنة من صيام واكتفاء الوداد، رغم موسم رائع بالصف الثاني على بعد نقطة واحدة من الجيش. سيناريو لهذا ليلى كان غريب ورهيب بالنسبة للجيش الملكي، حيث من بعد ما افتتح حصة تشجيل في الشوط الأول بوسط ضربة جزاء سجلها اللاعب رضا سليم، اتحاد طنجة يعود للنتيجة بسرعة ويهدي مؤقتا اللقب للوداد. في الشوط الثاني، مع بداية الشوط الثاني، الجيش الملكي يسجل الهدف الثاني ويأخذ اللقب مرة أخرى من الوداد الذي أضاف هدفا ثانيا إطار ضربة جزاء بواسطة جبران، لكن فريق اتحاد طنجة استطاع بهدف رائع ورائع جدا لمحسن متولي يعود النتيجة على بعد 12 دقيقة فقط من نهاية المباراة، وكان خاص سيناريو وحظ في آخر المباراة باش الجيش الملكي يحصل على ضربة جزاء في الدقيقة 92، سجلها مرة أخرى رضا سليم ببرودة دم كبيرة مهديا لقبا طال انتظاره للجيش الملكي. يجينا نشوف الموسم بأكمله، يتبين بأن الجيش الملكي يستحق اللقب، لأن منذ الدورات الأولى وفي الصف الأول، رغم قتالية الوداد ورغم صبر الوداد مع كل أسف تغيير المدربين جعلوا باستمرار، أي دار 5 أطقم تقنية هذه السنة الوداد، جعلته ما يكونش ديك السيرورة العادية ديال فريق بطل، خصوصا وأن في بداية الموسم لم يمر بتكوين بدني وبعمل باطني اللي لازم في هذا المستوى. والغريب في الأمر هو أن الطاقم التقني الأول للوداد بقيادة الحسين عموتة رجل الألقاب ومساعدة مصطفى الخلفي هو الذي تكلف بالجيش في 5 دورات الأخيرة مهديا لقبا غاليا لجيش ضد الوداد، وبالتالي لو كان الوداد ما تخلاش على عموتة ما عمر الجيش يكون عنده الإمكانية باش يعوض داكروس في واحد الوقت حرج بعد إقصائه أو خروجه من 3 مسابقات، كأس العرش، كأس الكونفدرالية، وكأس الملك سلمان للأندية العربية، وبقى له البطولة، وبالتالي تعيين عموتة جاء في الوقت لازم. عموتة اللي بدأ مع الوداد وأنهى الموسم مع الجيش مهديا الجيش لقبا، هو يعني لم يسمح للوداد بالفوز باللقب الثالث على التوالي، القضية اللي ما وقعتلوش من التالي ديال السبعينات، سنة السبعينات 76 77 78 الوداد فاز بثلاث ألقاب متتالية بالفريق ديال الشهب والعربي أحضان وسحيتة وبريجا وصابر وسعد، ذاك الفريق اللي كان فاز كذلك كأس محمد الخامس. في نهاية الثمانينات فريق نيبت وعزمي والدودي استطاع يفوز باللقب في 89 و90، وما كان ما قدش يكمل تو تنظن فاز بثلاث ألقاب متتالية، ولا كان الكوكب المراكشي في 92 ما خلاش يفوز ب4 ألقاب متتالية، وبالتالي منذ ذلك الحين الوداد لم يتمكن من الفوز رغم سيطرته في السنوات الأخيرة، لم يتمكن من الفوز ب4 ألقاب متتالية، وعموتة هذا الموسم منعه من ذلك. بالمقابل الجيش الملكي اشتغل وعمل، والغريب أن مدرب الوداد سفين كان وراء إقحام بزاف ديال اللاعبين وراء تكوين هذا الفريق. من غرابة الأشياء أن سفين اللي كون الجيش الملكي هو اللي خسر اللقب مع الجيش الملكي، وعموت الذي بدأ الموسم مع الوداد هو اللي حرم الوداد من اللقب الثلاثة على التوالي، وهذه هي سنة الحياة. نشوفوا السيناريو هدف بهدف
اللي داز اليوم بين مباراة فاس اللي الوداد ما كانش عنده مواجهة كبيرة. المغرب الفاسي في الأربع دورات الأخيرة ما عنده غير الاسم، رغم مباراة لا بأس بها إن لم أقل حسنة ضد الجيش الملكي، وهزيمتين نكرة، هزيمتين سيئتين في كل من المحمدية وبأكادير، 3-0 في كل مباراة. يعني ذاك المواجهة اللي كان تطلب المباراة للوداد ما كانتش، والوداد فازت بسهولة بفاس عكس اتحاد طنجة الذي واجه الجيش بقوة كبيرة، كما لو أنه لم يفلت بعد من مخالب القسم الثاني، وهذا يحسب لاتحاد طنجة، وأنا أهنئ اتحاد طنجة طاقما ومكتبا ولاعبين على الروح الرياضية ديالهم وعلى الروح القتالية، واللي جعلوا الجيش الملكي يفوز باستحقاق بهذا اللقب وما تسهلوش معاه. نشوفوا هذا الفيديو اللي تيورينا هذا هو ضربة الجزاء الأولى اللي الفار سجلها رضا سليم، وهنا في هذا بديء المدافع الرأس الأخضر في المحظور أمام سفيان لطنجة ليصبح الوداد بطلا، ثم الجيش في بداية الشوط الثاني يسجلوا الهدف الثاني ويصبح الوداد يزيد ثم إصابة رائعة ديال متولي تعطي مرة أخرى البطولة للوداد، احتاجت ضربة جزاء سجلها رضا سليم بجودة كاملة ويعلن رسميا. شوفوا هنا التتويج هذا اللقب الغالي على الجيش الملكي، الصورة الفيديو هذا ما يعطينا القانون هذا الفيديو الصورة باش نتمكنوا من تشبوش ديال البطولة الوطنية. كما كان قال حنيا الجيش الملكي اللقب تنظن من الجيش الملكي عاد بدا التوهج ديالو، عاد العوده ديالو الى الالقاب، وسيكون خصما شرسا للوداد وللفتح كذلك ولرجاء اذا قدرت تغلب على المشاكل ديال الماليه في السنوات القادمه، مما سيعطي البطوله الوطنيه نكهه خاصه اللي توحشناها منذ زمان، يعني منذ 15 سنه الجيش الملكي لم يعودنا على هذا الموسم المتألق، رغم ضياع 3 ألقاب، ورغم بعض العياء اللي بان في الآخر الموسم، ورغم بعض الضغط اللي ما تقبلوش لاعب الجيش الملكي. ما يمكنكم تشوفوا اليوم الوجه ديال محمد عزيز الصمد المدرب ديال الجيش الملكي، يعني في آخر مباراة كان معصب ومعصب جدا، والمنظر ديالو كان تيخوف، وبالتالي هذا تيبين الضغط الكبير اللي مورس على الجيش الملكي، لان الفريق منذ سنوات ومواسم عده لم يفوز باللقب ولم يهدي جمهوره العريض الذي يستحق هذا اللقب، لم يهديه حلاوه اللقب، ونافس بقوه اللقب منذ لم ينافس بقوه اللقب منذ 2013، حيث كان قد ضاع عليه اللقب في 2013 ضد الرجاء. الجيش الملكي كان الرجاء يمنعه من اللقب بعد تعادله في الرباط، لكن اتحاد طنجة بانفلاته، يعني كانت المباراة أسهل رغم أن اتحاد طنجة قاوم وجاهد عكس المغرب الفاسي، والوداد بكل صراحة اللاعبين ديالهم اللاعبية ديالو بينوا بأنهم قويين وبأنهم عندهم الحرفة، حتى الجمهور صفق عليهم في آخر المباراة، لأن المشاكل اللي دازت كل هذا الموسم مع تغيير الأطقم استطاعوا كوميم يخسروا بصعوبة في نهاية عصبة الأبطال ويضيعوا اللقب حتى آخر دقيقة في البطولة، وبقي عندهم كأس العرش في مباراة قوية وقوية جدا في الديربي ضد الرجاء في بداية شهر يوليوز قبل أن يرتاحوا، ثم يستعدوا للموسم القادم والبداية ديالو تكون في البطولة العربية وكأس الأمير الملك سلمان للأندية العربية، والوداد تبدأ ضد الصد القدري يوم 27 يوليوز المقبل. عاد مباراة السيناريو ديال الحسم، كانت البطولة في مباراة أخرين عادية مما أعطى
اهدافا كثيره كثيره جدا، يعني من غير 7 اهداف اللي تسجلوا بين طنجه وفاس، 24 هدف تسجلوا في 6 مباريات بالمعدل 4 اهداف في كل مباراه، لان الفرق ارتاحوا من الضغط ولعبوا باريحيه ولعبوا بطلاقه. نشوفوا جميع اهداف هذه الدوره. هنا الهدف الثاني تاع توغا الذي تقدم في المباراة، يعني قذفة كان يمكن الحارس يسجلها. هنا فريق أولمبيك خيبغا يعادل النتيجة. أمام شباب السوالم. نعم كان لطيف هدف ثاني جميل أمام شباب المحمدية. هنا دائما أولمبيك يضيف هدف ثاني الأربعة لصالح فريق أولمبيك خيبرا اللي تحرر من الطفحة اللي قلت لكم وفاز بسداسية، رغم أنه تلقى الشباك ديال 4 أهداف. 6-4 أولمبيك آسفي استحق المرتبة الرابعة ودرجة الفتح، لأن ظن المرتبة الثالثة منذ دورتين. الفتح قدم موسما رائعا مع جمال السلامي، والفتح أصبح يعني منافسا قويا على اللقب في السنوات القليلة المقبلة. الصف الرابع خلاه أولمبيك آسفي. الخامس كان المشترك بين نهضة بركان والرجاء، اللي الإمكانيات ديالهم البشرية كانت تستحق أكثر. يمكننا نقولوا من الفريقين معا ضيع الموسم رغم الاحتلال ديال الصف الخامس. في ذاك الفونترمو كاين اتحاد تورغا، كاين شباب رياضي السوالم، كاين المغرب الفاسي، كاين حسيت أكادير اللي كانت في واحد الوقت تتلعب على النزول. هاد الفرق كلهم يمكن نقولوا هو الفونتر مو ديال الشامبيون، وبدايه من المغرب التطواني وموريس وجده والاتحاد طنجه ثم اولمبيك خيبر والدفاع العجيب اللي نزلوا شباب محمديه يمكن نسيتيوها في الفونتر مو. هاد الفرق كلهم لعبوا على النزول. القسم الوطني الاول ضيع فريقين عريقين. القسم الوطني الثاني يكون قوي وقوي جدا السنه المقبله مع تواجد نادي مكناسي والكوكب المراكشي والدفاع الحسين الجديدي وفريق أولمبيك خيبغا، 4 فرق قوية من القسم الأول سابقا اللي يعطي نكهة خاصة للقسم الوطني الثاني. هنيئا مرة أخرى للجيش الملكي، هارد لك للوداد، هنيئا للفتح الصف الثالث، وهنيئا لأولمبيك آسفي الصف الرابع. إلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله. إلى اللقاء.